هاي 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 هاي، جاي لكم بفيديو جديد، فيديو مهم جدا جدا. انا بحب الفيديوهات بتاعت العناية بالبشرة جدا يا جماعة. محدش يقولي ما تعمليش عناية بالبشرة، ناس كتير عايزة مشتريات. والله بعمل مشتريات، كل ما اجيب مشتريات اعمل لكم. اكيد مش هروح اعمل مشتريات من عند الجيران، فنساي بعض. اهم حاجة لايك للفيديو واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفيني عشان تنضمي لعيلة ميرا مرو. واهم حاجة الكومنت اللي زي العسل. علاج المسام الواسعة نهائيا جايبه لكم النهارده الحل النهائي، ومش حاجه عشان ما تفتكروش، ولا منتج عشان ما تفتكروش برضو ان انا فقيقه قوي. اولا يعني ايه مسام واسعه وليه المسام الواسعه بتجيلنا؟ اولا المسام الواسعه بتيجي للبشره الدهنيه بالاكتر عشان كثره افراز الدهون. الدهون بتفرز كتير قوي، فالمسام لازم تكون واسعه عشان تتحمل ان الدهون تخرج من خلالها. طيب اسبابها ايه؟ ما انا ممكن يكون بشرتي دهنيه واحده وما عنديش مسام واسع. انا من الناس اللي عندي مسام بس مش واسع قوي، بس في مسام واسع ومضايقاني. اول حاجه اسبابها عدم تنظيف البشره، يعني مثلا ما بتعمليش روتين لبشرتك، ما فيش غسول، ما فيش تونر، ما فيش ترطيب للبشره. دي اول حاجه كده بتؤدي الى المسام الواسعه. لازم تغسلي وشك مره الصبح ومره بالليل بالغسول المناسب لنوع بشرتك، اللي هو طبعا مناسب لنوع بشرتك اللي هي الدهنيه. دي اول حاجه. تاني حاجه الميك اب، ان انت بتسيب الميك اب على بشرتك فتره طويله جدا ومش بتشيليه بمزيل ميك اب، ميك اب ريموفر. انا من الناس اللي غلطت الغلطه دي فعلا، وما مش بشيل الميك اب بتاعي بميك اب ريموفر، بس هعمل كده، هبدا ان انا اشيل الميك اب بتاعي بميك اب ريموفر لان انا اتعلمت من غلطتي او خطئي. يعني يبقى اول حاجه عدم تنظيف البشره جيدا، وتاني حاجه عدم ازاله الميك اب من البشره بميك اب ريموفر او بتسيب الميك اب على بشرتك فترات طويله. تالت حاجه التعرض للشمس بدون استخدام واقي شمس. بيقولك ان المسام بتوسع جدا كل ما تتعرض للاشعه الضاره بتاعت الشمس، تمام؟ يبقى اكيد انت لو عندك مسام واسعه فانت بتتعرضي كتير للشمس، وانت رايحه الشغل وانت رايحه المدرسه وانت رايحه الجامعه كده، فالمسام بتاعتك بتسوء حالتها اكتر، تمام؟ عندك بقى حاجه خارجيه عن الموضوع ده، التغيرات الهرمونيه. على حسب بقى انت، بيقولوا مثلا في هرمونات بتبقى زايده عندك لما بتروحي للدكتور، لما بيكون عندك حبوب وكده عشان بشرتك دهنيه، فهو ساعات بيظبط لك الموضوع ده. في بقى سبب تاني كده بس انا الحقيقه مش متاكده منه، ان انت بتشيلي الشعر الزايد عندك بالفتله او بالسويت. فكره ان انت تشدي الشعرايه جامد من مكانها، فدي بتسيب فراغ كبير قوي وانت بتشديها، فبتعمل المسام الواسع. دي معلومه يعني انا سمعت عنها بس مش متاكده منها، يعني مش بقول لكم المعلومه دي صح 100%، مش عارفه. لو انتوا لاحظتوا الموضوع ده بعد استخدام السويت في البشره والفتله، يبقى اكدوا لي انتوا المعلومه دي. لو المعلومه دي خطا برضو اكتبوا لي ان هي خطا، تمام؟ دي كده الاسباب الجماعيه للمسام الواسع في بشرتنا. تعالوا بقى لو نبدا في العلاج. اول حاجه طبعا هنبدا ان احنا تنظيف البشره، تنظيف صباحي وليلي، ده اول حاجه. تاني حاجه نحط واقي شمسي لو احنا هنتعرض للشمس فتره كبيره. عندك كريمات المسام، في كريم للمسام من بايوديرما بس ده غالي جدا، تقريبا عامل 300 وحاجه، فلو انت في مدارتك ان انت تجيبيه جيبيه طبعا، يعني حاجه هتساعدك ان انت تعالجي المسام فطبعا هاتيها. في بقى حاجه كده هتساعدك، هي الديرما رول او الديرما رورال على حسب يعني النطق بتاعها. هاتي الديرما وابداي ان انت تعملي جلسة واحدة في الاسبوع او جلستين. مش عايزة مثلا مقاس واحد او مقاس واحد ونص، هيبقى صعب عليك والألم هيكون شديد. هادي مقاس نص، انا عن نفسي جايبة مقاس نص بس لسه ما استخدمتهاش هي في جهازي، يعني انا بس بحرم الحاجة على نفسي لحد ما اتجوز يا جماعة. وابدأي اعملي، وبعد الديرما رورال او الديرما رول استخدمي سيرم فيتامين سي. سيرم فيتامين سي بجد حاجه كده خرافيه، انا لسه ما استخدمتهوش حقيقي بس كل الناس بتشكر فيه بطريقه فظيعه. فلو انت في مقدرتك تجيبي الديرما رول وتجيبي سيرم فيتامين سي اوكي، وكمان استخدمي كريم المسام من بايو ديرما لو في مقدرتك ان انت تشتري كريم المسام. بس كريم المسام مش هيقفلك المسام او مش هيضيعها خالص، لا ده هيحسن من شكلها. بس الديرما رورال مع سيرم فيتامين سي احتمال ان هو يعالج بشرتك ويقفل لك المسام. لو ما نفعش فيه طبعا الليزر، وده الحل النهائي اللي انت ممكن تستخدميه لو شكل المسام فعلا بشعة عندك.
مفيش اي ماسكات ممكن على فكرة تعالج لك المسام، عشان الناس بس اللي بتتكلم، الماسكات مش بتعالج المسام خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة.